نشرع باش نشرع القوانين معناها الحاجه الوحيده الممكنه بالنسبه لنا كمجتمع مدني هو ايجاد ميثاق اخلاقي اللي هو هذا محور تاع الاجتماع التعليمي باش نلتزم به بينات بعضنا في العمل. ما عندناش خيار يسمى المشروع في مرحلة مقدمة المراحل نجموا إذا كان تم إرادة صادقة من اليوم نجموا نبدأ في النقاط قبل نعطيك شوف إشكالية التفكير طرحت خاطر عملية التصدي إذا لو نرجع للقضية العنف جمع بين الأفكار هذه تولي الالتزام بالتصدي للعنف بجميع أشكاله وإدانة اللجوء إليه كآلية لحسم الاختلاف باعتباره تهديدا وبقية الجملة. لا كلمة تصدي كلمة ماهيش مجتمع مجتمع مدني كلمة تصدي. لا تصدي بالأشكال القانونية الممكنة تصدي بالحوار تصدي بالوعد ممتلا مش بشرط هي التصدي فيه الممكن. نحطش روح الإنسان تحت سقف غير المجتمع المدني المجتمع المدني يرفض ويمدد ويمارس كل أشكال التوعية فقط ثم التصدي ماهوش من دور مجتمع مدني. نحن كأطراف حاضرين ومنظمين بعتلي على الوحدة نلتزم نرفض الممارسة بعتلي نحاسب أي طرف معناتها ما اتجه إليها استنادا إلى رفضه المبدئي للعنف. كي نضيف كلمة تصدي خاف تعطي مشروعية لبعض الأطراف بالضبط يقول أنا باسم التصدي ولا أنا شو اسمه هكا هو التصدي للوجه عليه وضع الفاعلين السياسيين تجاه المسؤوليات تحميل المسؤوليه كل الاطراف تحميل الفاعلين السياسيين المسؤوليات تحميل المسؤوليات كل المسؤوليه اخلاقيه بدعوه من جمعيه مواطنه وحريات اجتمعت اليوم مجموعة من الأحزاب الممثلة بجهة جربة وبعض الجمعيات للتوجه الفكري والثقافي لمناقشة مبادرة تقدمت بها الجمعية من أجل تنقية المناخ السياسي بالجهة في إطار التعدد السياسي والحرية وحقوق المواطنة وتقديم مصلحة الوطن على جميع المصالح الأخرى كذلك في إطار التمسك بالشرعية ومؤسسة الدولة. وجهت الدعوة لجميع الأحزاب الحاضرة الممثلة بجهة جربة التي أكدت حضورها باستثناء حزب المؤتمر الذي رفض الحضور وانطلق الحوار يوم الأحد 27 جانفي بالمركز الثقافي المتوسطي مع غياب ممثل حزب النهضة رغم تأكيده بالأمس على الحضور وتناولت الأطراف الحاضرة مناقشة المبادرة وبعد نقاش مستفيض
تم الاتفاق على إصدار بيان سمي ميثاق جربة للتعامل السلمي بين مكونات المجتمع المدني والسياسي، ركز على النقاط التالية: النقطة الأولى الإقرار بحرية التعبير والإبداع كحق وجب التمسك به وحق الاجتماع والتنظم الذي يعتبر مكسب من مكاسب الثورة وجب الالتزام به والمحافظة عليه في إطار القانون. النقطة الثانية الرفض القطعي لكل أشكال العنف وإدانة اللجوء إليه كآلية لحسم الاختلاف باعتباره تهديدا خطيرا لمكونات المجتمع المدني. النقطة الثالثة تحييد المساجد عن الدعاية الحزبية والتأكيد على الإقرار الصريح بالحياد السياسي للقضاء الديني، كذلك ضرورة التزام الخطاب الديني بالقيم المشتركة بين مكونات المجتمع حفاظا على مدنية الدولة. النقطة الموالية رفض كل الهياكل الموازية لمؤسسات الدولة ومنها رابطات حماية الثورة تحت أي غطاء، والدعوة إلى حلها ومنع قيامها حفاظا على مسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد، كذلك التأكيد على أن حماية الثورة لا يكون إلا عبر تحقيق أهدافها في الشغل والحرية والكرامة وتفعيل قانون العدالة الانتقالية، كذلك التأكيد على احترام أخلاقيات ومبادئ العمل السياسي بالابتعاد عن السلب والتشويه والخطاب التكفيري وبعدم توظيف الحياة الخاصة في الدعاية السياسية والحزبية والالتزام بالتنافس السياسي على قاعدة البرامج والتصورات والأفكار. هذه النقاط التي أدرجت كما كنا في إطار ميثاق سمي ميثاق التعامل السلمي بين مكونات المجتمع المدني والسياسي بجربة ستبقى مفتوحة للحوار للإمضاء بالنسبة للأطراف التي لم تحضر كقاعدة للعمل والتعامل المشترك بين